أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكمة من إظهار الغيب للرسل؟ وهل للأولياء أن يظهرهم الله جل وعلا على بعض من الغيب كما يظهره للرسل؟ يطلع الله رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة والبرهان على نبوته، أو لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا أحد يطلعه الله، الله حصر هذا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، هذا حصر، فلا يطلع الأولياء على الغيب. نعم. إنما قد يكون عند بعض عباد الله وأولياء الله فراسة، هذه فراسة ما هي بادعاء الغيب، هذه فراسة يتفرسونها في الناس. نعم.